الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قضي الأمر، أنا ليس لي حاجة بذبح ولدك، وحاشا لله أن يريد منا أن نذبح أبناءنا أو أن نؤذيهم أو أن نضربهم أو أن نشتمهم، وحاشا لله أن يكون له حاجة في تلك الأضحية التي نذبحها. إنما هو تعظيم لشعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. المقال الذي يريده ربنا سبحانه وتعالى منا أن نتقيه، أن نعبده، أن نستسلم له، أن نخضع له. ولذلك شرعت هذه الشعائر، الحديث عنها طويل لا نستطيعه في هذه الخطبة. كل تلك الشعائر كانت تصحيحاً لمعتقدات البشر الباطلة، كانت تفنيداً للباطل، كانت إخراجاً للعباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد في كل مظاهرها، ومنها تلك الأضحية. فقد اعتاد الخلق قديماً وحديثاً، وأقول هذا وأنتم أدرى مني، اعتاد الناس قديماً وحديثاً أن يذبحوا لغير الله. قديماً كانوا يعبدون، كانوا يذبحون لهبل واللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى وذي الخلصة، كانوا يعبدون، كانوا يذبحون لأصنامهم متقربين. ولسنا بعيدين عنهم، فكثير من المسلمين يذبحون بدلا من الذبح لهبل ولله والعزة يذبحون للأئمة والأولياء والصالحين، يذبحون لإبراهيم الدسوقي أو للبدوي أو للشيخ التيجاني أو للشيخ عبد القادر الجيلاني أو لغيرهم ولو كانوا صالحين وأتقياء، يذبحون لهم، يذهبون إلى القبور في مثل هذه الأيام وفي غيرها. ثم والذي نفسي بيده رأيت بعيني مرارا وتكرارا، يذهبون يتقربون إلى هؤلاء الأولياء ليجعلونهم بينهم وبين الله واسطة. الله ليس ظالما، الله عادل سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، الله عز وجل لا يحتاج إلى وسيط بيننا وبينه. وقال ربكم اتخذوا وسيطا بيني وبينكم، وقال ربكم ادعوني ادعوني أستجب لكم. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى وسيط، لذلك جاء كل ذلك ليعلمنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. لله، اجعل كل أعمالك خالصة لله. إذا ذبحت تذبح لمن؟ كان عمرو بن زيد بن نفيل في الجاهلية وقبل الإسلام من الحنفاء، من أصحاب الديانة الحنيفية السمحاء قبل الإسلام، يرى كفار قريش ومن جاءوا إلى البيت العتيق يذبحون ضحاياهم وهداياهم لهبل وللات وللعزة قبل أن يأتي الوحي،
قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم بالعقل، بالعقل والفطرة بس يفكر. يقول لهم في كل يوم وهو يطوف حول البيت وهو يراهم يذبحون للأصنام، يقول الله خلق لكم الشاة، الله خلق لكم هذا الكبش، وأنزل من السماء ماء وأنبت الأرض ليأكل ويسمن فتذبحونه لغيره. تلك إذن قسمة ضيزى، تلك إذن قسمة باطلة. أين عقولكم أيها الناس؟ ولذلك جاءت هذه الشعائر تأكيدا على التوحيد. أيها المسلم كن موحدا خالص التوحيد، لا تشك دينك وإيمانك بكفر ولا شرك أبدا، لا في ذبح لغير الله، ولا تقرب لغير الله، ولا حلف بغير الله، ولا تطير بالطيور والبومة والحدأة وغيرها، ولا بشيء من هذا، ولا أن تعلق كعبا، ولا أن تعلق حدوة، ولا أن تعلق تميمة، ولا خرزة، ولا عينا زرقاء، ولا هذه السيور والجلود التي يجعلونها في أيديهم لتدفع الضوء أبدا. علق قلبك بربك. الإسلام دين الحرية، دين الحرية الحقيقية، لا كما يزعم كثير من الخلق. دين لا يجعل أحدا يتحكم فيك، لا إمام يأكل أموالك، ولا قسيس، ولا راهب، ولا حرب، ولا صناديق نذور، ولا أحد يضحك عليك ويستعبدك. أنت حر، خلقك الله حرا لعبادته وحده لا لأحد آخر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبد الله حصر ما إلا، هذا يسمى أسلوب حصر فقط. أما أن نعبد معه غيره بأي شكل من الأشكال، ولو كان المعبود عالما من العلماء. بعض الناس له طريقة أخرى من العبادة، مثلا الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، الشيخ الألباني، الشيخ بن باز، علماء كبار. يأتي رجل ويقول ما قاله ابن باز فهو الحق وغيره ضلال، ولو تبين له الدليل من غيره. يعني قال الإمام مالك، قال الإمام الشافعي، قال فلان، قال الشيخ الفلاني، معه الدليل، قال الله، قال الرسول. قل لا 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 أخذ إلا من ابن باز. هذا وإن رؤيا يلبس لباس السنة ويظهر عليه الدين، إلا أنه أيضا مشرك يعبد العلماء من دون الله، يعبد العلماء، هذه أيضا عبادة، انتبهوا منها. نحن نعبد الله سبحانه وتعالى وحده في كل شيء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، في هذا اليوم العظيم أوجب الله على القادرين منكم أضحية هي لكم أنتم ولدينكم ولتقواكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده سعة، عنده إمكانية مالية، ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، لا يأتي ولا يصلي معنا. الله عز وجل يأمر نبيه، وفي هذا أمر لكل الأمة، إنا أعطيناك الكوثر فصلي. صلاة العيد هذه، حتى النساء اللواتي لا يجب عليهن صلاة في المسجد في العيد تجب الصلاة عليهن في المسجد. فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. فقد وجب على كل أسرة إن كان عندهم سعة أن يضحوا لله عز وجل، ليتذكروا أن الذبح لله لا للأولياء ولا للصالحين ولا للأصنام. نذبح في هذا اليوم العظيم ونأتي بأضحية
تليق بمقام الله عز وجل بأضحية صالحة من بهيمة الأنعام، سواء كان من الإبل أو من البقر أو من الغنم، من الماعز أو من الضأن، ونتوخى فيها أفضل الشروط، أن تكون سمينة صحيحة، أن تكون طيبة المنظر خالية من العيوب، ولا يجوز أن نضحي بالعوراء ولا العرجاء التي تبين ضلعها ولا المريضة التي تبين مرضها ولا الكبيرة التي لا تنقي الهزيلة والضعيفة، بل نضحي لله عز وجل بأعظم القرابين، بأعظم الحيوانات وأسمنها لدينا، ويجزئ من الإبل ما كان ثنية، والثنية من الإبل من الجمال ما بلغ 5 سنين، وثنية من البقر وهو ما بلغ 2، وثنية من الماعز وهو ما بلغ 1، العنز الجدي والتيس وشبابه 1، وجذعة من الضأن وهو ما بلغ 6 أشهر. نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. يبدأ الذبح من بعد صلاة العيد إلى رابع يوم العيد، نقول ذلك تجوزا، وهو 3 أيام التشريق، إلى غروب 3 أيام التشريق يوم 13 من ذي الحجة. نتقرب بها إلى الله، نذبحها كما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أسودين، وضع قدمه على صفاحهما، سمى الله وكبر، قال بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، هذا عن محمد وآله، وهذا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كل من يعمل، كل من يتكسب في أهل بيت وجبت عليه هذه الأضحية. وقال صلى الله عليه وسلم: أطعموا منها وخزنوا منها ووفروا وتصدقوا. فقال أهل العلم: تقسم 3، ثلثها لك توسع به على عيالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأيام: هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وثلث لأصدقائك وجيرانك وأقاربك، وثلث تتصدق به لله عز وجل، توسع به على الفقراء والمساكين والمحتاجين والغارمين الذين لا يستطيعون شراء ذلك اللحم. هكذا نقسمها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو فهم من حديثه. واليوم هو يوم توسعة على الأهل. اليوم انسوا العمل، انسوا العمل، ليس هناك عمل، ليس هناك شغل، راحة، إجازة، اليوم حتى الغد أيضا. وسعوا على أبنائكم، خذوهم وخذوا النساء وفسحوهم في كل مكان، واشتروا لهم الهدايا، وأريحوهم من الطبخ والنفخ، يجعلوا لهم يوم راحة ويومين. أعينوهم على دينهم بأن توسعوا عليهم وتفسحوهم، هذا أمر أمركم الله سبحانه وتعالى به، أمركم أن تكرموا تلك الأمانات التي جعلها الله عز وجل في أعناقكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اليوم فليشتري كل واحد منكم باقة ورد أو هدية لزوجته، فليشتري هدية ولو بسيطة لأبنائه، خذوهم بالأحضان، قبلوهم، أشعروهم بحبكم وحنانكم، فهم أمانة في أعناقكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ويقول: خير دينار أنفقته دينار أنفقته على أهلك، أعظم الدنانير تنفقها على أهلك، على أهل بيتك. فأنفقوا ووسعوا ولا تخشوا من العرش إقلال. قال: أنفق بلال، أنفق، ينفق الله عليك، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا،
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله سيضاعف لكم هذه الصدقات. وفي مثل هذا اليوم العظيم وسعوا على مسجدكم وعلى أئمتكم المساكين في هذه البلاد. فأئمة بلاد أسبانيا أئمة فقراء مستعبدون، ليس عندهم أموال، ليس لهم رواتب تكفي لأبنائهم، ليس عندهم بيوت صالحة ولا مراكب صالحة، ولذلك قد لا يأتينا من الأئمة إلا، لا أريد أن أقول، ولكن نحن السبب في هذا. إذا أردت أن تأتي بإمام عنده دراسة وعنده علم شرعي وعنده إمكانيات لن يأتيك ب500 أورو، لا يمكن. وبشر إنسان يحتاج إلى بيت وإلى امرأة تعفه وإلى أبناء يكونون بجانبه وإلى سيارة يركبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والإمام مختلف عن باقي الخلق. أنت تعمل في مؤسسة الدولة في غيرها، أنت تعمل عند مدير شركة أو شركة، أما الإمام